كما شفتوا في الإشعار عندنا 4 ديال التام. التام الأول هو زعما جوج وليدات اللي هما زعما كبار وما صغار، ولكن لابسين زعما حوايج كبار. واحد فيهم طبيب وواحد فيهم زعما باسيون هو اللي تيعالجو. و لو تام الثاني زعما فيه رجال أعمال اللي هما جوج الوليدات لابسين حوايج الدراري كبار، وبنية لابسة ان تايور و تيقراو في الجورنال وداكشي. وكاين لو تام الثالث اللي هو استاذه جالسه في القسم تتقرب في الوليدات الصغار زعما، وهادو كلهم تيكونوا اطفال، كلهم اطفال. ولو تام الرابع عندنا فيه الكورال اللي هي مجموعه من الاطفال لابسين لباس موحد وكانوا تيغنيو مع كاظم. كان التعامل معاه مزيان الحمد لله، كلشي داز مزيان. كان خفيف الظل، كان بشوش معنا، كان تيضحك مع الناس، كان تيتصور مع الناس، كان عجبو الحال. فوالا. لما تيتعاملش بصرامة، بالعكس كان بشوش خفيف الطير، كان تيضحك مع الناس كيف قلت لك، كان تيتصور مع الناس، كان زعما ما فيهش الفشوش كيف تيقولوا، بل كان زعما في الوقت ديالو تاع التصوير تيكون حاضر فاش يقولوا لي اجي نصورو تيصورو. ومع ذلك الشمس كانت في مراكش وكلشي، ولكن صبر وما تيقول والو، بالعكس عاجبو الحال، تيضحك مبسوط وكلشي. الشيء اللي ميز العمل مع كاظم الصغير هو ان الحمد لله زعما ماشي اي فنان، تبارك الله عليه، راه فنان زعما كبير، وديما تيشرفنا اننا نخدمو مع فنانين اللي كبار ونكون قراب ليهم ويكون عاجبهم داكشي اللي درنا احنا معاهم. هي انه كان قريب من الاطفال، فهمتي؟ اطفال واخا كنا تنعاودو مره وجوج وثلاثه ما كانش تيعيا، وكان عنده الخاطر مع الاطفال، وكان تينوض من بلاصتو يمشي عندهم ويتصور معاهم وعيد الاباء ديالهم باش يتصوروا كاملين ويهضر معاهم، ويعاود ينوض للبلاصه الاخرى ويعنقهم ويبوسهم. بحال دابا كاع حنا فاش نعاودو تنقولوا زعما للدراري الصغار لا ما تجريوش بزاف وتلاحوا عليه وداكشي، هو كان تيقول لهم لا خليهم. هذه حاجه اللي عجبتني بزاف فيه، حيت كانت علاقته مع الاطفال زوينه. طبيعة الحال المسلسل تياخد وقت كبير ومدة طويلة تاع التصوير، وتيكون فيه ممثلين كتار، وتيكون فيه زعما بزاف تاع الوقيته تاع التصوير. ولكن الاشعار اللي باش مزيان تكون مده قصيره، تيكون ما عندكش بزاف الناس، هذا با على الاشعار كي داير و دغيا تيتسالى.